السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم موجز الخامسة من قناة التناصح. أكد البيان الختامي لملتقى المصالحة بين أعيان مدينتي زنتان ومصراتة على حرمة الدم الليبي بين أبناء الشعب الواحد وتحقيق أهداف ثورة 17 من فبراير، إضافة إلى تأكيد على مدنية الدولة وعدم السماح بعودة الاضطرابات. إلى ذلك شدد البيان على وجوب العمل على المصالحة الوطنية الشاملة لكافة أبناء الشعب الليبي وعدم السماح بتقسيم ليبيا ونيل من وحدة أراضيها تحت أي مسمى كان. وحث البيان على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية المتمثلة في الجيش والشرطة ودمج الثوار في هذه المؤسسات تحت السلطة المدنية. رجح المدير التنفيذي لوكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس فابريس ليجيري انخفاض تدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا في الوقت الحالي. وقال ليجيري في تصريحات الوكالة آكل الإيطالية أن الانخفاض راجع إلى زيادة تدفقات المهاجرين من تونس، إذ زاد معدلها خلال العام الجاري إلى 20% بحسب قوله، مشيرا باعتراض أكثر من 6000 مهاجر منذ مطلع العام الجاري، وأن المنطلقين من ليبيا شكلوا نسبة 71% مقارنة بنسبة 95% خلال العام الماضي. أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله وأمير حرس السواحل العميد عبد الله تومية على التزام الطرفين باستمرار جهود التعاون لمحاربة عمليات تهريب المحروقات على طول خط الساحل الليبي. مكتب أعلام البحرية الليبية على فيسبوك أوضح أن ذلك جاء خلال اجتماع الثلاثاء وتم فيه التطرق إلى الجهود المبذولة من قبل أفراد حرس السواحل للحد من عمليات التهريب ومناقشة التحديات والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز بالشكل المطلوب والآلية التي يمكن من خلالها خلق تكامل بين المؤسسة وجهاز حرس السواحل. طلبت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج الحقوقية الرئيس الباجي قيد السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد بتشكيل لجنة خاصة تعمل على البحث في مصير أطفال ما يعرف بتنظيم الدولة التونسيين الموجودين داخل ليبيا. وعبرت الجمعية في بين لها عن قلقها من تواصل المصير الغامض لأطفال قيادات التنظيم الذين قتلوا في ليبيا وما زال أبنائهم محتجزين في معتقلات دون أن تتحرك الجهات العليا لإعادتهم إلى بلادهم. ووجهت المنظمة نداء إلى مكونات المجتمع المدني الفاعل بتونس للعب دور إنساني وأخلاقي وتشكيل لجنة دائمة في وزارة الشؤون الخارجية التونسية مختصة بالبحث ومعرفة مصير التونسيين العالقين داخل الأراضي الليبية. إلى اللقاء. Mm-hmm.